ورا الطهاري كيطلب الدعوات ديالكم لان الام ديالو مريضه وهي في الجزائر وهو ما قدرش يدخل عندها. ليل ونهار ليل ونهار وهو كيسب وكيشتم الكبرانت لانهم فقروا الجزائر لانهم ما عطاوش للشعب الجزائري حقه، وهو الان في ورطه لان الام ديالو مريضه كتعذب وهو في ايطاليا ما قدرش انه يدخل الجزائر. شوفوا هذا الفيديو تاع على بركه الله. اطلب منكم خالتي الدعاء للوالده تاعي، للوالده امي كي كل واحد كيف يسميها، راهي طريحه الفراش مستشفى في الخروب ما عندناش، مسكينه داوها لوين؟ الولايه الشرق قسنطينه بلاد العلم، وهي معمره غير بالدواء هاي تعاني فينا مسكينه، كسرت من رجلها طاحت كسرت من رجلها ومن يدها راهي تعاني الولايه. للاسف نظام العرايه قاعد نهضر في كلمه الحق وقاعد نوعي في شعب بغض، ما نقدرش مسكينه نروح عندها ونوقف معاها ونحكم في يدها وندعي لها. اخوان واخا هو كيقولها بواحد الطريقه هذيك هي طريقته، اليوم تاكدت ان هذيك هي طريقته في هذا، راه بغى يخبي داك الحزن ديالو الياس ديالو وديك الضربه اللي لداخل ديالو، لكن ما قدرش يشوف العينين ديالو ما قدرش يخبيها بديك الطريقه ديالو ديال العرايه وكذا وقعد وكيتات. الله مالا نتوما السند تاعي لكل من يحبني وانا احبكم جميعا خاطي، يدعي لها بالشفاء العاجل ان شاء الله ويعطيكم الصحه خالتي، واطلب منكم خالتي الدعاء للوالده تاعي الله يرحمها انا اعتذر، الله يشافيها والله يشافي جميع المرضى. الاخوان وقتاش كتعرف بقيمه الصحه اللي كتدخل للسبيطار؟ الاخوان وقتاش كتعرف بقيمه الصحه باش كتدخل للمستعجلات للناس اللي كيتنفسوا غير بالالات، الناس اللي كيتمناو غير يوقفوا على رجليهم ما قدروش، ما كتعرف القيمه ديال الصحه. والله يشافي جميع المرضى المسلمين، والله يعافينا ويعافيكم من اي شر. ندوزو لفيديو اخر. انا دمي فاتك تاع سي محمد، رانا 224 دمي فاتك 224 دمي فاتك. كل خير مساكن راه كدايرين كاملين. ها هي دابا هذاك اللي كيجيبو التغني في الكباريات وكذا، قلت لك 224 ما عرفتش اش واكله ولا الشربه هذه. انا دمي فاتك تاع سي محمد، رانا 224 دمي فاتك. بغات تقول 2024 قالت لك 224 واش كيوكلكم عمي تبوني يا اخو؟ واش كيوكلكم؟ دوز الفيديو اخر. كنا في المؤخره نتاع افريقيا تباركوا الله يبارك فيك. راكم مازال في المؤخره زدتوا دابا شي درجه. كنا في المؤخره نتاع افريقيا تباركوا الله يبارك فيك. اليوم اقتصادنا هو الثالث في افريقيا ياك السي العالي. ما سمعتك ادير عقلك يا بنادم دير عقلك ان شاء الله. صح ان شاء الله. سمعوني غير سمعوني واش راني نقول. واش غتقول؟ الوجبة الغذائية في الجامعة هي دينار وعشرين سنتيم. موي ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله الضبابية تاع زمان نقضي عليها. تاع أبو العتاية. فهموني واش راني نقول. فهمنا. قبل نهاية هذه السنة هذه إن شاء الله ندير الابار العميقة. ايوا غير لا تعطلش عليا خوك راه ياك حوت ان شاء الله. باش نوصل لهاد النتائج لازم نوسع المؤخرة. الله يعطيك الصحة. صحيت. صح اللي وراني نتعاهد معاكم متعاهدين باش نوسعها بالاقل 70%. انا لله ودعمت. يعني تحصيل حاصل ان شاء الله باش ندخلوا في العصرانه. ايه. انا قاعد التعب هذا ان شاء الله غير على بالك مازال نواصل. اكبر الله عليا. الله يبارك فيك. كوميدي لاول مره في التاريخ رئيس كوميدي هضم عبد الله
ناس كيطلعوا ادمغه ويطلعوا شي واحد اللي يقدر يسير البلاد ويديها لبر الامان. هذا جابوه باش يديها لمثلث بيرمودا. دوزو الفيديو اخر. بيرمودا ولا بيرمودا يطعموا في الجزائريين يطعموه الكسكس في برويطه. وين برويطه؟ وهاكم شاهدوا في الصور شوف الاهانه. يعني المواطن اللي يقبل ان واحد مترشح يوكلوا طعام في برويطه مترشح في الانتخابات كيوكلون في البراوطه باين حمير. راه يركب على ظهره عادي غير ما جابلهمش هذيك ديال المشيه ديك الطويله كنقول ليها بالامازيغيه حنا تفراوت كتقال ليها تفراوت عرفت تفراوت مدينه ولا في جهه اكادير ولكن حنا كتقال تفراوت لهذيك اللي مشبكه هكا كيجيو المشي يخشيو وجههم وبدا ياكلوا داكشي اللي خصها يحطوا للكراغل حطوا الطعام تما يخشيو الريوس. هل راه ممكن يستعملوا ان المترشح حتى في اشياء يندله الجميع؟ شوف يعني شوف وين وصلنا الوضع والاخرين كياكلوا الوضع البائس. الجزائر اللي انجبت رجال وابطال صبح هذا المترشحين يوكلوهم الطعام في البرويطه. يعني حتى الغنم الان والمواشي ما عادوش يوكلوا فيهم في البراد وصلوا يطعموا في الجزائريين يطعموه الكسكس في برويطه. يلا وهاكم شاهدوا في الصور شوف الاهانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومشكلة ما دايرينش عقلهم راه ما كاينش اللي عايق دابا في الجزيرة. قلت لك راه ساحرين اليوم واكلين اليوم شي حاجة ما كاينش اللي عايق زعما يقول لهم هذا الشيء راه كياكلونا في البراوط. اش هاد الفضيحة هادي ما كاينش اللي مكلخ على خو. ندوزو لفيديو آخر. تاع سطات تاع الدويرة اللي فيها حتى دي سيبورتير موتى ربي يرحمهم ويوسع عليهم شكون اللي عطى التعليمات وكيفاش؟ العصابة تاع الفوق كيتناطحوا في بعضهم البعض دائما يضحوا بالشعب. الحرائق الانفجارات تاع لي زون اندستريال الصطاد بصح شكون اللي عطى التعليمات باش وصلوا جدرميه حتى يكتلوا لي سيبورتير قريب يرجعوا الصطاد باطوار. اللي عطاهم التعليمات هو الجنرال علي الحاج قائد الدرك الوطني. ونهار السيد راه كيجيب داك الشيء بالدلائل راه ماشي كيهضر عن فراغ. السيد راه كيبحث ويقلب ويجيب لنا سمع راه جاب لنا شكون اللي امر باش يتقتلوا المشجعين ديالو. يكلفوك الجماعه تاعك بالمهمه. شوف واش كتبت عليك قبل شهرين يعني في شهر جويلية في أحداث بيجاية. تقبل الحاج هو اللي غادي يقلب القفة على عمو انا رجعوني هذا الإخوان قالوا لي رجع للبلاد خير لك كدا وجراو عليه النت من فرنسا وردوا صحة وفرح قال ماشي مشكلة ردوني ولكن راه قالوا لي الجزائر ولات مزيانة وخير ليا من فرنسا. سمع فاش نزل سمع انا السلام عليكم انا عيط من فرنسا هذه ديالكم هذيك اللي تقولوا لي دوبا وروح ما عجبك شي حاجة دخل لبلادك انا راني داخل هنا في الايروبور تاع بورلي. السلام عليكم اللي باغي يجي يا كان من بدل الكفار ملي تنوض الجزائر مليحة وشابة ومنها بطل الجزائر يا اخو اني سي بوان رموني من فرنسا وصلت هنا الجزائر شاف يا ربك عاد قعدت بينا يا اخو شادي هي الجزائر تقعد بيا تقول لي الجزائر قط مسكين شوف 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 القط يا اخا شوف الزبل شوف احكي اكد لي عزبل اكد لي عزبل قعدوا بينا خوتنا لا تربوا شوية والله ما اقدر والله ما قالوا لي اروح فرنسا بلادك وفيها الظلام شوف لا كولور تاع الشمس يا اخو قهويه. واني ندمت انا وين وصلت البارح ياك البارح حطيت لكم فيديو فيديو الاخر اللي حطيته حطيت لكم فيديو باللي رماوني في الطياره وكاع وصلت لهنا يا اخو كاتاستروف واش بيك حبيبي والله ما هكذا يا اخو قعدوا بينا شوف جيت زعما كنت نروح نحوس في بجايه نضرب الدور هذه بجايه شوف برك يا رب الناس كاع دايرين طوموبيلات شوف شوف العشوائيه يا اخو يا على خاوتي والله ما هكذا ما تحشوها لناش هكذا في التيك توك وتبداو تهضروا في التلفزيون منا والله تحشوها لنا تقعدوا بينا قال لك الجزائر الثالث بويسونس ايكونوميك قال لك اتمنيكوش بينا خاوتي قال لك ديت تدي 5000 اورو في سويسرا ولي يدي 3 ملايين في الجزائر خير منه وانا امنت وجيت امنت وجيت كنت حراق يا اختي يا خويا في باريس لاباس بيا كنت لا كلاس كاع يا خوتي شوف برك شاك شاك كفا دايره قعدوا بينا شوف طروطوار ما تمشيش فيه فاليزه تاعي كي كنت نجرجر فيها هنا تكسرت لي
فاليزة يا خو 200 اورو شريتها، جامي تكسرتني في فرنسا، جامي تكسرتني عندي. راه حطونا رحم باباكم تحشوها لنا هنايا تقول ارواح وكاين براهم وبلادك وتشبع والدي، تشبع والدي انا، والدي هذا رايحين يتبعوني انا حتى نقبر، والدي هذا الله العظيم الناس حبب بنادم يحب يخدم لابنير تاعو ويحب، وانتوما والدي وريح قدام يماك، وريح شو يماك هذه يا خو، قتلتونا والله غير قتلتونا بالخرطي، هذوك كان ولي ذو انت كيف هلم هذوك انا 80 مليون هذيك والبوطي ومنها تقعدش بين شو الحفاري الحجر. خوتي السلام عليكم. شتو انتوما جا راسو جا من فرنسا، ماشي جا راسو جراو عليه، ولكن جاي وعطى الراي ديالو. باش كنقول لكم راه الا كتفكر مزيان راه مصلحتكم ماشي في الكبرانات، مصلحتكم ماشي في هادو اللي حاكمين الجزائر، مصلحتكم في شباب واعي ومثقف وعارف وباغي المصلحه للبلاد. هذاك اللي خصو يحكمكم كيحكمكم واحد شارف عارف ما قادر حتى يتمشى، مشيه ما عارفش يتمشى، عاد باش غادي يحكمك انت ولا يهديكم ربي. دوزوا الفيديو اخر. خوتي السلام عليكم، هذا الفيديو اللي قيت بارطاجي له ماكسيموم اللي كاع المسؤولين هنا في هرني يوصل لهم هذا الفيديو. بمناسبه وهرنا مكلاسيا للترويزيام في الجزائر بعدد المصابين من بمرض السيده، الله يعافينا ولا يسترنا ولا يحفظنا، بعد تلمسان وولاد في العباس ما وهرنا للترويزيام. حنا نطلبوا من المسؤولين ما ديروا لناش حملات تحسيسيه، ما تروحش عند كوافير بحال زرعكم اللالام، ما تروحش عند دونتي سلا، روحوا بلعوا لنا المواقع وبؤر اللي يجوا منهم مرض السيده اللي هما الملاهي الليليه وبيوت الدعاره، واللي اقترقبوا هذوك الفنادق تاع العيون اللي ولاو فنادق تاع دعاره، ما كاش هو واحد مريض تلقاه تما في هذيك البلاصه، غير يديروا يزنوا تما والدعاره والخنز، وراكم تعرفوا ولاد وهران يعرفوني شاني نهضر. حنا نطلبوا من الدوله تبلع لنا هذو البلايص، بلع لنا هذو البلايص، خاطش هذو هما منهم خرجت هذا المرض، هذا الخنز هذا اللي عافينا ولا يبعد علينا. مهم خوتي هذا الفيديو بارطاجوه لو ماكسيموم. خوتي السلام عليكم. طلبتي منا نبارطاجي وحنا كنبارطاجي. انت جزائري كيقول قالها ما قلت انا والو، هاك الجزائري اللي قالها وتحملوا مسؤوليه. الجزائر مصنفه الله يهديك وجيت تهضر على المغرب. اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله، ديما مغرب من طنجه الى القويره. السلام عليكم.